طريقة الخبز الغزال: 1 كيلو دقيق، سكر 3 ملاعق كبيرة، قليل من الملح، وبنوضع معلقة صغيرة خميرة وماء بحرارة الغرفة تكون دافية تقريبا 600 جرام. أنا وضعت أنتو بالتقدير مثل أي عجين تعجنه بالتقدير تقريبا حسب نوع الدقيق. نعجنها بنريحها تقريبا 10 دقائق، بننتظر بعد 10 دقائق بنقطعها حسب ما بدكم الحجم. أنا قطعتها 12 قطعة حجم اختياري. بنريحها 10 دقائق أو ربع ساعة حسب حرارة المنزل، بعدين بنمدها. بعد ما نمدها بنريحها أيضا كمان 10 دقائق أو ربع ساعة، وبعدين نخبزها. ممكن نخبزها مثل أي خبز، ممكن على المقلاة حرارة منخفضة ومتوسطة، وبعدين على حرارة عالية بنخبزها، أو بالفرن، أي طريقة بتحبوها. عندي تقريبا 1000 وصفة صحية. مهتم بالغذاء الصحي، يشترك حتى يوصلكم كل جديد. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.